كما كان مثل اسره في مباراه الغد وقدامك كريستيانو وساديو ماني، هتلعب عليهم مان تو مان ولا الاقرب هو اللي يتولى المهمه؟ يعني هخلي 7 يمسكوا كريستيانو و5 يمسكوا ماني، وانا وانت يعني ننزل نجيب الجنين وانا وانت نلعب قدام. لا ان شاء الله تبقى خير باذن الله باذن الله. طيب التشكيل من وجهه نظرك الامثل يا كابتن تامر اللي يبدا بيه مباراه الغد؟ انا هو نفس المجموعه يعني اللي بتلعب الماتشات اللي فاتت ما يغيرش فيها، لان احنا عرفنا خلاص ان التغيير يعني بيهز من كان الفكره، مش الفكره مش في مين هيلعب، هي الفكره هتلعب ازاي وباي طريقه، هي دي الفكره الاساسيه يعني. انما هم نفس المجموعه اللي لعبت في الاتحاد المنستيري ونفس المجموعه اللي لعبت الشباب السعودي، ما يعني ما يغيرش في التشكيل. هل يبدا بالتشكيل الشوط الثاني في مباراه الشباب ولا بنفس التشكيل اللي بدا بيه في الشوط الاول؟ لا، اللي يبتدي باللي ابتدى بيه الاتحاد المنستيري. تمام تمام. طيب معايا خبر يعني اللي بقرار مفاجئ من المستشار مرتضى منصوبي لرحيله عن نادي الزمالك، خبر بيقول ان هو اعلن المستشار باستقالته من اي منصب داخل نادي الزمالك واخرهم كرئيس لجنه الاشتراكات، وقال كمان خلال موقع التواصل الاجتماعي بفيديو الاربعاء: انا خارج المشهد والانتخابات يوم 31 اكتوبر المقبل، ومن يريد الترشح فليتفضل. واضاف: الازمه بيني وبين ممدوح عباس اعتبرها انتهت، انا خارج الزمالك الان، انا خارج المشهد، انا مشجع درجه ثالثه وستجدني في المدرج. واضاف وارضف القول او اقول امام مصر كلها: انا خارج المشهد يا ممدوح عباس ارفع الحجز. هل